السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا انبوكسين لواحد الحاجه اللي شحال هادي وانا كنتسناها، اللي ضربت عليها تماره ديال بصح باش نوصل ليها. واحد الحاجه اللي عزيزه عليا بزاف وتخدم بها بزاف، وبغيت نبارطاجيها معاكم. كيف بديت من الزيرو غطلع لكم واحد التصويره فاش بديت اول مره كنصور الفيديوهات باش كنت كنصور. كيف ما قلت لكم غادي نديرو انبوكسين لواحد الحاجه اللي شحال وانا تنتسنى فيها وفرحان بزاف حيت وصلتني. ولكن قبل بغيت نشكر بزاف الاخت فضيله على هذا الجيست اللي دارت معايا. غطلع لكم القناه ديالها، دخلوا ديروا لها ابوني. الله يجازيكم بخير والله يجازيها بخير، حتى هي خيرها سابق عليا، وحتى الاخت اللي جابتها ليا من فرنسا حتى لهنا الاخت منى، راه غطلع لكم القناه ديالها ديروا لها ابوني. خدات لي هذا الباك هذا من فناك، اخت فضيله خداته ليا من فناك في فرنسا وصيفطاتو ليا مع السيده الاخت منى. المهم دخلوا ديروا لهم ابوني وقول لهم راه جينا من عند عبد الرزاق. الله يسهل عليكم كاملين. دابا غادي ندوزوا للانبوكسين. هو باك فيه البواتي لوبجيكتيف وكارت ميموار والساك ديالها. المهم الساك ديالها كيجي هذا اللوغو ديال ليميكس ولا باناسونيك ليميكس. المهم ساك مزيان، هادي من هنا رطبة مزيان وفيها بونجا على حساب الا كنتي على حساب تقل ولا شي حاجة، لو وركتي على شي حاجة. وهادي السمطة ديالها. المهم نحيدو حنا هادي، ما ماشي شي حاجة مهمة، نوريكم المعقول. دابا غادي ندوزو للمعقول. كيف ما قلت لكم هادي ليميكس جي سات كتصور الكاتكا، الثمن ديال الباك داير شي 7000 درهم ولا 7400 درهم، المهم داير 700 اورو بالمغربيه شي 7400 درهم. حاليا حبسوه ولكن عاودوا يطلقوه، بوحدها كدير شي 6000 درهم بوحدها. المهم غنفتحو نشوفو شنو كاين هنا. كاين هاد الوراق هادو، كاين الكتالوج اللي التصاور ديالو داكشي. المهم هاد الكتوبه راكم عارفين المغاربه ما كيستعملوش هاد الكتوبه، فيها بزاف ديال كيفيه الاستعمال في. المهم كاين معاها حتى هاد السي دي على حساب لو بغيت انستالي بي سي، هادي على حساب الضغط. كاين هنايا السمطه ديالها ديال ليميكس ديال الكاميرا، حتى هي فيها اللوغو ديال ليميكس. كاين هذا هو لوبجيكتيف كما كتشوفوا، هذا هو لوبجيكتيف. هنا فيه على حساب ستابيليزاسيون دير لها اون لا اوف. المهم فيه 14 140 نحطو هنا. كاين هذا على حساب الشمس، هاتي دار لوبجيكتيف من القدام على حساب الشمس، تحية للشمس. المهم هذا كاين لي كارت ميموار. الله عمرها دار خدات ليا كارت ميموار، هما كيعطو معاها كارت ميموار فين هي. المهم راه كاينه كارت ميموار هنا، كيعطو معاها كارت ميموار ديال 8 جيجا. خدات ليا هادي ب 20 اورو اللي هي شي 220 درهم مغربيه. سان ديسك 16 جيجا، الله يجازيها بخير. هنايا كنلقاو الكابل ديالها، كابل اتش دي ام اي و بي سي بي سي. نفتحو نوريو ليكم، هذا هو الكابل ديالها اتش دي ام اي ديالها و بي سي. هنايا كاين الشارجور، هذا هو الشارجور ديالها، الكابل ديالها كارت ميموار حيت فيها هذاك الشيء، علاش حيت فتحتها وشفتها كي دايره وداك الشيء راه ضروري. واخر حاجه هي البواتي ديال الكاميرا. صافي هنا ما بقى والو، خويناه. المهم غنحيدو هذا هنا. المهم البواتي ديال الكاميرا كتجي في هذا البوشيط هادي، هي هادي كيف ما كتشوفوا، هي هذه البواتي ديالها ليميكس جي 7.
المهم راه شارجيت الباتري ودرتو فيها، وكيف ما كتشوفوا هذه هي كارت ميموار اللي كتجي معاها، 8 جيجا، 45 ميجا في السرعة ديالها. هذا هو الباتري ديالها، فيه 1200 مع كتصور الكاتكا وفلاش. عندها ليكرون كتفتح لهاد الجهة، تقدر إلا بغيتي دير فلوغ ولا شي حاجة كدورها لعندك لهاد الجهة بحال هكا، كتولي على هاد الشكل. ملي ركب ليها لوبجيكتيف راه تبان ليك، ولا بغيتي كنتي كتصور ولا شي حاجة كتصور غير عادي وبغيتي، ولا كدورها بحال هكا كترجعوها لعندكم بحال هكا بهاد الطريقة. المهم فيها بلاصة هنايا كيف ما كتشوفوا، فيها بلاصة لاش ديمي. واحد الحاجه اللي كنت كنقول واش غادي تكون فيها ولا لا، هي هذه بلاصه الميكرو، بلاصه الميكروفون كاينه، يعني تقدر ديرو فيها ميكروفون. وهذا الفلاش ديالها، الفلاش ديالها على حساب التصاور، وفيها بزاف لي مود كيف ما كتشوفوا، فيها المانيال، فيها بزاف لي مود. راه دابا مازال ما غاديش نتعمق فيها بزاف، بغيت غير ندير لكم لي انبوكسين حتى المره اخرى ان شاء الله ونشوفو. هنا كيف ما كتشوفو غتشوفو واحد سميتو، غنوريكم الدور ديال هادو. وانا تقدروا ديروا الفلاش الكبير الا بغيتو ديروا الفلاش الكبير هنايا. المهم دابا نركبو لوبجيكتيف ديالو ونخدموها. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. الزوم ديالها كيف ما كتشوفوا راه قلت لكم 140 مليمتر. هذه كيف ما قلت لكم على حساب ستابيليزاسيون، هذه ديال ستابيليزاسيون اون اوف، لو بغيتو تخدموا ستابيليزاسيون ولا لا كديروا اوف. هذا ما كان هادشي اللي بان ليا فيها، انا باقي ما خدمتش بها. انا يلاه خديتها البارح واليوم درت لكم انبوكسين، وهذا ما كان.
المهم نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم باللي ليكرون ديال الطاكتيل هذه تقدروا تكونوا عرفتوها، وواحد الحاجه اخرى على حساب اللي بغيتو تكونكتوها مع التليفون بار واي فاي، راه فيها هاد الاوبسيون هادي. كتدخلوا البارامتر كتدخلوا الواي فاي، كتدخلوا البلاي ستور ياك بلاي ستور، كتيليشارجيو هاد لابليكاسيون هادي سميتها باناسونيك ايماج اب، كديروا لها اوفغيغ، كديروا جاكسيبت وي وي. وواحد الحاجه اخرى خاصكم ضروري تاكتيفيو البوزيسيون ديالكم في التليفون ضروري، وغادي تدخلوا هنايا غادي تدخلوا الواي فاي فونكسيون واي فاي، غادي نديرو نوفيل كونيكسيون، غادي ندخلو هنا الواي فاي. كيف ما كتشوفوا غادخل لكم السميه اللي غتبان لكم هنا، غاديرو عليها كونيكتي. دابا هي تكونيكتات كيف ما كتشوفوا، تسناو غير واحد شويه باش تطلع. كتقدروا تهزوا تصاور الفيديو وهاد كلشي تقدروا تريكوردو من التليفون كيف ما كتشوفوا. ها هي دابا تكونيكتات، نقدر دابا نبدل نهزها غيبان لكم هنا كيف ما كتشوفوا. تقدروا كيف ما قلت لكم تعطيكم لي زانفو اللي كاينين في الكاميرا، تقدروا ديروا ريكورد تاخذوا تصويره. المهم انت تيليشارجو نتوما لابليكاسيون اكتشفوها هذا المكان. المهم دابا كيف ما كتشوفوا كنصور بال4K 25 اف بي اس، وفيها الفلاش دي 50 اف بي اس و 25 اف بي اس. المهم كتصور دو كاليتي الفلاش دي و سميتو الفلاش دي وال4K، كاين الاختلاف غير في اف بي اس. الفلاش دي فيها 25 50 والكاتكا فيها 24 25، هذا ما كان. المهم راه غتبان لكم الكاليتي، الفرق بين الكاليتي ديال لي ميكس جي 7 و لي ميكس جي اف 5 اللي عندي دابا. دابا نجربو الزوم ديالها 1440 باش تشوفوا الكاليتي ديالها. هنا غادي يكون سال الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش حتى ديروا ابوني لاشين ديال فاديلة وديال منى، نخلي لكم لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون. وحتى اللي بغى ياخذ هذا الباك هذا ولا هذه الكاميرا بالضبط، انا نخلي لكم ليان ديال الكاميرا في الديسكريبسيون. واللي عنده شي محل ولا شي حاجه في اكادير وبغى يدير ليه الاشهار تصوير الاشهار يتواصل معايا، ومرحبا بكم، أتمنى مناسبة. تهلاو.